السلام عليكم، ازيكم جميعا؟ يا رب تكونوا بخير. نسبة كبيرة من الناس في مختلف الأعمار بتشتكي من ضبابية في الدماغ، بتشتكي من قلة التركيز، بتشتكي إن هي حاسة بالتعب والإرهاق بصفة مستمرة، بتشتكي من الاكتئاب، بتشتكي إن طاقتها كده مسحوبة ومش قادرة تعمل حاجة. الأعراض دي بتحدث نتيجة يعني نقص عناصر غذائية كتيرة قوي، منها عنصر مهم قوي هتكلم عنه النهاردة. اهلا وسهلا بيكم، معاكم دكتوره ساميه سليم، استشاري طب الاطفال والغدد والسمنه، زميل بكليه الطب بجامعه عين شمس، واستشاري تغذيه علاجيه. العنصر النهارده او اهم عنصر كتير من الناس مش واخده بالها منه، وهو بيسبب فعلا نسبه كبيره قوي من الاعراض اللي انا ذكرتها، وهو نقص فيتامين B12. هذا لا يمنع ان في عناصر اخرى ممكن تسبب نفس الاعراض زي نقص فيتامين دي. عشان كده اول ما نحس بهذه الاعراض على طول نعمل تحليل نسبه فيتامين B12 في الدم ونسبه فيتامين دي في الدم. ان شاء الله النهارده هتكلم ببساطه وباختصار ليه، هل في اعراض تانيه اخرى تعرفنا ان احنا عندنا نقص فيتامين B12، ومين الناس اللي اكثر عرضه لنقص فيتامين B12، وليه بعض الناس بيتناولوا الأغذية الغنية بفيتامين B12 ومع ذلك بيحصل لهم نقص فيتامين B12 وبيحصل لهم المشاكل الصحية نتيجة نقص فيتامين B12، وليه كلنا يجب أن نتناول فيتامين B12 سواء في صورة أغذية أو مكملات، وإيه هي أفضل المكملات اللي موجودة في الصيدليات، وإيه هي أفضل الأغذية اللي بتحتوي على فيتامين B12. أول إجابة سؤال، الأعراض الأخرى لنقص فيتامين B12 أهمها شحوب في البشرة، يعني البشرة تبقى بهتانة، لأن نقص فيتامين B12 له علاقة بحدوث الأنيميا، فعشان كده الناس دول بيبقى بالذات لو نقص فيتامين B12 ناقص قوي أو نسبته كبيرة بيحصل لهم بهتان في البشرة. أيضا من ضمن الأعراض طنين في الأذن، من ضمن الأعراض أيضا التكرار التهاب الفم كده، يعني يحصل لهم تكرار في التهاب الفم أو التهابات الفم عندهم متكررة. أيضا من ضمن الأعراض ودي فعلا خاصة قوي بنقص فيتامين B12 أن يحصل لهم تنميل وخضران في الأطراف، في الإيدين وفي الرجلين. طب مين أكتر ناس عرضة لنقص فيتامين B12؟ أكتر ناس عرضة لنقص فيتامين B12 الناس النباتيين، لأن فيتامين B12 موجود في المصادر الحيوانية مش موجود في المصادر النباتية، ولو موجود في المصادر النباتية موجود بنسبة قليلة. أيضا الناس اللي هي يعني عندها سوء تغذية لا تتناول الأغذية اللي بتحتوي على فيتامين B12. طب في بقى مجموعة من الناس بيتناولوا الأغذية اللي بتحتوي على فيتامين B12 ومع ذلك الناس دول عندهم نقص فيتامين B12 وبيتعرضوا للمشاكل الصحية نتيجة نقص فيتامين B12. مين الناس دول؟ الناس اللي عندهم مشكلة في امتصاص فيتامين B12، يعني بيتناولوا فيتامين B12 بس لا يتم امتصاصه، وده نتيجة ان هم عندهم نقص في حمض المعدة، وفي مجموعة من الناس كده، ونقص حمض المعدة بيزيد قوي في الناس الكبيرة في السن فوق سن 40. أيضا الناس اللي هي بتتناول أدوية تقلل من امتصاص فيتامين B12 زي إيه؟ زي الناس اللي بتتناول أدوية الحموضة، بيحصل لها نقص في حموضة المعدة، وفيتامين B12 محتاج حمض معدة قوي عشان يمتص. أيضا الناس اللي هي بتتناول أدوية السكر زي جلوكوفاج أو سيدوفاج، ده بيقلل من امتصاص فيتامين B12. أيضا الناس اللي عاملة عملية تكميم، ده بيقلل من امتصاص فيتامين B12. الناس اللي هي بتشرب كحوليات بنسبة كبيرة، ده بيقلل لهم أيضا امتصاص فيتامين B12. وفي ناس عندهم صفة جينية، يعني إيه صفة جينية؟ يعني عندهم حاجة وارثينها كده، عندهم نقص كده في حاجة معينة في المعدة، حاجة اسمها عنصر داخلي أو intrinsic factor، ده بيساعد على امتصاص فيتامين B12. الناس دول مولودين عندهم نقص في هذا العنصر، فعندهم نقص في امتصاص فيتامين B12. عشان كده الناس دي لازم يكون علاجها في صورة حقن مش في صورة إقراص.
أو كبسولات. طيب ليه كلنا محتاجين فيتامين B12 سواء في صورة أغذية أو في صورة مكملات؟ لأن فيتامين B12 يعتبر المكون الرئيسي للحمض النووي والشفرة الوراثية في خلايا الجسم كله. فيتامين B12 أيضا يعتبر الأساس في تكوين كرات الدم الحمراء، ونقصه بيعمل أنيميا. فيتامين B12 أيضا مسؤول عن توليد الطاقة في الجسم كله. فيتامين B12 أيضا مسؤول عن تكوين الغلاف اللي بيحوط الخلايا العصبية، اللي هو اسمه بالإنجليش مايلين شيز. الغلاف ده هو اللي بيحمي الخلايا العصبية وبيساعد على نقل الإشارات العصبية من خلية عصبية لخلية عصبية أخرى بسرعة. فبالتالي لما بينقص فيتامين B12 في جسمنا بيحصل ضبابية في الدماغ، بيحصل قلة تركيز، بنبقى أكثر عرضة للألزهايمر، وبالذات في الناس كبار السن. الناس كبار السن لما بيحصل لها نقص فيتامين B12 بتبقى أكثر عرضة للألزهايمر. عشان كده كلنا يجب أن نتناول فيتامين B12. طب إيه المصادر الطبيعية اللي بتحتوي أو الغنية قوي بفيتامين B12؟ المصادر دي هرتبها لكم من الأغنى في الأقل في الأقل. أكتر حاجة غنية بفيتامين B12 المحاريات والأسماك، ودي بنصحكم بيها بشدة، لأن المحاريات والأسماك بتحتوي على عناصر غذائية تانية مهمة جدا لجسمنا، وملهاش أي أعراض جانبية لو تناولناها بكثرة. تاني حاجة هو الكبدة. الكبدة غنية جدا بفيتامين B12، بس مشكلة الكبدة إن هي بتحتوي على نسبة عالية جدا من الكوليسترول، لدرجة إن كل 100 جرام من الكبدة بيحتوي على 400 ملي جرام من الكوليسترول. فعشان كده الكبدة نتناولها باعتدال وبكم قليل. تالت حاجة أو تالت نوع من الأغذية بيحتوي على نسبة عالية من فيتامين B12 اللحوم الحمراء، ويفضل اللحوم الحمراء العضوية، وياريت اللحوم نتناولها من مرة لمرتين في الأسبوع، دي فيها نسبة معقولة من فيتامين B12. أيضا من ضمن الأغذية البيض ومنتجات الألبان كلها بتحتوي على نسبة معقولة من فيتامين B12، بس زي ما قلت لكم في البداية ركزوا أكتر على المحاريات، ركزوا أكتر على الأسماك. طب إيه هي أفضل المكملات اللي موجودة في الصيدليات؟ أفضل المكملات الموجودة في الصيدليات لفيتامين B12 اللي هي موجودة في صورة ميثايل كوبالامين. ميثايل كوبالامين سهل الهضم، سهل الامتصاص، الجسم بيتعامل معاه وبيحبه قوي. فإحنا يفضل إن إحنا نتناول فيتامين B12 في صورة ميثايل كوبالامين، وده موجود في صورة إقراص، وده موجود أيضا في صورة حقن. الناس اللي هي ما عندهاش مشكلة في امتصاص فيتامين B12 دي بالنسبة لها تتناول الأغذية الغنية بفيتامين B12، ولو عندها نقص حاد بفيتامين B12 تتناول الأغذية والأقراص اللي بتحتوي على فيتامين B12 في صورة ميثايل كوبالامين. الناس اللي عندها مشكلة في امتصاص فيتامين B12 زي الناس اللي عندها نقص في حمض المعدة، أو بتتناول أدوية بتقلل من امتصاص فيتامين B12، أو عاملة عملية تكميم أو قص للمعدة، أو بتشرب كحوليات كتير، الناس اللي زي دي تتناول فيتامين B12 في صورة مكملات، في صورة أيضا ميثايل كوبالامين. الجرعة احنا محتاجين قد ايه فيتامين B12 في اليوم؟ احنا محتاجين 2.4 مايكروجرام في اليوم. الكم ده قليل قوي، بس لما بناخد مكملات حتى لو خدناها بجرعة 500 اللي بيمتص منها كم قليل قوي، فما نقلقش لما نلاقي ان نسبة المكملات او تركيز المكمل اللي احنا بناخده 500 ملي جرام، لان اللي بيمتص منه نسبة قليلة مش نسبة كبيرة. ومع ان احتياجنا له نسبة قليلة قوي 2.4 مايكروجرام، إلا أول ما بينقص بيخلينا أكثر عرضة للمشاكل الصحية والأعراض اللي أنا ذكرتها. الخلاصة إيه؟ مهم جدا نتناول فيتامين B12 من مصادره الطبيعية،
والمكملات اللي هي في صورة شرب للناس اللي هي ما عندهاش نقص مشكلة في امتصاصه، والناس اللي عندها مشكلة في امتصاصه تتناوله في صورة مكملات. وأول ما يظهر علينا الأعراض اللي أنا ذكرتها ما نستناش لغاية لما يحصل لنا جلطات أو نبقى أكثر عرضة للشلل. مع تمنياتي بالصحة والعافية للجميع.